اليوم أسرة المقاومة وجيش التحرير وساكنة العاصمة الرباط على موعد مع ذكرى من أغلى وأعز الذكريات الوطنية اللي كيف فخر بها وكيعتز بها أبناء هذا الوطن، ألا وهي ذكرى 69 لاستشهاد البطل الفدائي الأول علام بن عبد الله يوم 11 شتنبر 1953، وكان يوم جمعة عندما تصدى رحمة الله عليه للموكب ديال صانعة المستعمر اللي هو السلطان بن عرفة اللي فرضته السلطات ديال الإقامة العامة للحماية الفرنسية، وتوجه له يعني محاولا إصابته بالسلاح الأبيض الذي كان يحمله، فكان القضاء شاء أنه يسقط شهيد هذاك اليوم، لما وجهوا له الضباط عسكريين وأمنيين فرنسيين وجهوا له سلاحهم وأصابوه بثمانية ديال الضربات بالسلاح أدت إلى استشهاده. استشهد هذا الرجل هذا، وكان همه وهو أن يرفع العار ويرفع الوصمة اللي كانت في الجبين ديال المغاربة، عندما قامت السلطات ديال الإقامة العامة للحماية الفرنسية بنفي السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف إلى المنفى السحيق إلى كورسيكا، بعدها إلى أنصرابي في مدغشقر. فكان هذه المبادرة ديالته أججت الروح الوطنية وألهبت الحماس الشعبي، حيث ما لبت الشباب المغربي يومها اللي كانوا كينتظروا الساعة وانطلاق الشرارة الأولى. كانت الشرارة الأولى ديال ابن عبد الله اللي يعني خلق في نفوسهم هذيك الحماسة وهذيك الروح الأبية اللي جعلتهم أنهم ينضموا الصفوف ديال المقاومة وديال حركة الفداء ويقدمون على قيام عمليات فدائية ما لبثت أن عمت سائرة أرجاء الوطن من الدار البيضاء إلى فاس، مكناس، الرباط، مراكش، وأكادير وغيرها وغيرها، وجدة وغيرها وغيرها من المدن المغربية. فهذا المثال اللي احنا كنعتبروه كيجسد واحد الحدث كبير، مثال ديال المغربي المعتز بوطنيته والمعتز بمقدساته وتوابته، اللي ما رضى شيء أنه يبقى يعني مكتوف الأيدي أمام ما قامت به السلطات الاستعمارية من تحدي سافر للمغاربة جميعا. فيعني قام بهذه المبادرة هذه واستطاع أنه يخلد الاسم دياله في صفحات ديال الخلود وديال الوفاء وديال البرور للوطن، ونحن عندما نحتفي به اليوم هذه المناسبة، وقد وقفنا قبل قليل يعني مع العصر وقفنا على القبر ديالو باش نرحموا عليه، وكاين الآن يعني هذا مهرجان الخطابي المخلي لهذه الذكرى، إنما كل ذلك من أجل التعريف به ومن أجل استحضاره والتذكير به، والذكرى تنفع المؤمنين. فهذه هي واحد الوقفة ديال التأمل ديال التدبر ديال التذكير بصداقة لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك احنا من خلال هذه المناسبة ديال هذا التخليد ديال الذكرى ان نبغيو نبلغوا للشباب للأجيال الجديدة اللي ربما ما تتاح لها شيء باش تعرف هذه الحالات هذا، باش تطلع عليه وتعرف عليه وتعرف بأن هذا الوطن له نساء ورجال خدموه وضحاوا وأعطوا وأسدوا من أجل حريته واستقلاله وسيادته ووحدته الترابية. الاسم ياسمين الزروالي، حفيدة الشهيد علام بن عبد الله. اليوم جد فخورة بالحضور ديالي للذكرى استشهاد البطل الجدي الشهيد علام بن عبد الله، الذكرى 69 اللي كنحيوها كل عام. بطل من أبطال المغاربة اللي كيعيش في قلوب جميع المغاربة، اللي استشهد يوم 11 سبتمبر 1953، ذكرى عزيزة على جميع قلوب المغاربة، وكنعتز وكنفتخر كل عام كنحيوا هذه الذكرى، وكنوجهوا رسالة لكاع الشباب المغربي ما ينساش التاريخ ديالو المغربي ويحافظ على هذه الذكرى اللي كتعيش في قلوب الجميع. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.